أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في اليوم 72 من الحرب الروسية الأوكرانية تتواصل المعارك والغارات في عدة مناطق، إذ أعلنت القوات الأوكرانية أنها شنت هجوما على القوات الروسية في شمال شرقي البلاد، وتحاول دفع القوات الروسية في محيط خاركيف وإزيوم. ومن المنتظر أن تصل قافلة جديدة للأمم المتحدة إلى ماريوبول لإجلاء آخر المدنيين المتحصنين في مجمع أزفوستال من دون أي ضمان بإيقاف للقتال. وقد أعلن مكتب الرئيس الأوكراني إجلاء نحو 500 مدني حتى الآن من ماريوبول. وفي تطور ميداني آخر، دوت انفجارات عنيفة في مدينة كراماتورسك بشرقي أوكرانيا. كذلك انطلقت صفارة الانذار في عموم مدن إقليم دونباس، وذلك بسبب القصف المتواصل. وهذا انتقل إلى جنوب البلاد، تعرضت مدينة ميكولايف لقصف روسي عنيف براجمات الصواريخ، بينما دعت سلطات المدينة سكان إلى البقاء في الملاجئ. أما الآن مشاهدينا الكرام، فنترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.